استقبلت اليوم من سيد رئيس الجمهورية بطلب مني، لأني حبيت نعطي معناها بسط على الوضع العام وتخوفنا احنا كمستثمرين وكأصحاب وصاحبات مؤسسات في الوضع الاجتماعي ووضع الاقتصادي العام في البلاد. وقلت معناها التطورات هذه هي خطيرة، باش تحاول باش تنقص في الاستثمار في تونس وتنقص في الثقة في المستثمرين في مصر. الرجاء هو أن تكون مصارحة الشعب التونسي بطبيعة الحال، لكن كذلك يلزمنا كل يد في اليد تحطوها ببعضنا باش نجموا نخدموا مصلحة تونس ونقدموا الحلول اللي هي تحاول تنقذ الاقتصاد التونسي، توفر معناها الاستثمار وتوفر التشغيل. احنا مستعدين واكدت على الاستعداد نتاعنا، لكن يلزم يكون توفير المناخ الملائم وتحديد المسؤولية للجميع. سنتحمل المسؤولية كما تعودنا وكما عودنا الشعب التونسي، لكن في المقابل كل إنسان كيف كيف يجب يكون على نفس المستوى متحمل المسؤولية. وإن شاء الله إحنا غدوة كذلك باش يكون عنا يوم 12 مايو في الاتحاد يعني جلسة فيها على الاستثمار وعلى حالة الاقتصاد بحضور سيد وزير المالية وسيد محافظ بنك المركزي، وستكون الكلمة لنا باش نعبره مع حضور الإعلاميين كذلك وحضور الخبراء على حقيقة الوضع الاقتصادي والاجتماعي في تونس، وستكون لنا رؤية وتقديم صورة واضحة على ما هي الحلول اللي هي باش تحاول تساهم في تطور الاقتصاد التونسي. شكرا.